توفيق السامعي الصحفي والباحث معي عبر سكايب. أهلا وسهلا بك. نعود إذن، سنعود لتوفيق السامعي. أعزائي المشاهدين، إذن هنالك صراع وصراع متجدد. توفيق السامعي أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، حياكم الله في حلقة اليوم صراع الأجنحة الحوثية، المرجعيات الدينية وتوحش السلطة. من العنوان ماذا لدينا في المفردات في يعني ربما استرسالك من خلال قراءتك للواقع الحوثي اليوم خلال أقلها 10 سنين؟ تفضل. في حقيقة الأمر الميليشيات الحوثية لن تصمد كثيرا بالنسبة لصراعاتها الداخلية. حينما تستقر دولة من الدول أو حركة من الحركات ذات الإمامية عبر التاريخ، هي كانت تعود للاضطرابات الداخلية فيما بينها بين الصراعات الداخلية. والميليشيات الحوثية اليوم أجنحتها متعددة وهم يتصارعون فيما بينهم البين. إذا كان خلال حصلت أكثر الاغتيالات فيما بينهم والصراعات المختلفة فيما بينهم البين، يعني وصولا إلى اغتيالات من الصف الأول للميليشيات الحوثية، وهذا يعكس مدى الصراع الداخلي، سواء الصراع على المصالح أو صراع اختلاف وجهات النظر أو كذلك المراكز المختلفة وتبوئها من خلال هذه الحركات. أيضا الميليشيات الحوثية لن تقبل حتى بمن ينافسون داخليا. يعني مثلا بالامس اعتقلت الميليشيات الحوثيه واختطف احد رجال الدين المؤيدي، احد رجال الدين محمد المؤيدي، وهو كما تعلمون يعني احد المرجعيات الزيديه او الهادويه، عفوا لا توجد زيديه في اليمن وانما توجد هادويه. هذه الميليشيات لا تريد ان ترى او تسمع صوتا يعلو فوق صوتها، فكما يعني خاضت الصراعات ضد ابن عمهم محمد عبد العظيم الحوثي، اليوم يخوضون ايضا الصراع ضد المؤيدي، والمؤيدي كان هو عبر التاريخ الحديث هو المرجعيه الاماميه وهو الامام الغير مبايع او الامام الخفي للمذهب الهادوي. وهناك صراعات حتى على من حيث الرسائل، من حيث الافكار، من حيث المذهب، من حيث الاعتقاد، لان الميليشيات الحوثيه تريد ان يكون مرجعها الاثنا عشريه في ايران، بينما المؤيدي ومن يتبعه محمد عبد العظيم الحوثي هم يريدون ان تكون الهادويه هي مرجعهم داخل اليمن. فعاده الهادوية في اليمن كانت يعني إلى حد ما مستقلة في المعتقد، وإن كانت في الجانب السياسي والجانب العسكري لها تواصلات مختلفة مع إيران عبر التاريخ، لأنه في نهاية المطاف هذه الشيعة بشكل عام في العالم الإسلامي هي بذرة فارسية رعتها فارس ورعتها إيران منذ ولادتها في اللحظة الأولى، وركبت على ظهورها على ظهور العلويين الهاشميين ووصولا الى قطف الثمره وجني الثمره اليوم في العالم الاسلامي من خلال هذه السلاله الهاشميه، حتى ان الخامنئي والخميني يدعون انهم من سلاله من السلاله العلويه وانهم من ابناء الحسين، وهذه طبعا مغالطه تاريخيه كبرى، لم يتصلوا بنسب مطلقا الى الحسين بن علي ولا الى علي بن الحسين الذي قالوا انه ابن شهربانو بنت يزدقرد، وهذه حقيقه مغالطه تاريخيه يغفلها كثير من الناس، لان الحسين بن علي رضي الله عنه. إذن اتضحت هنا اختلاف المرجعيات، من يتفق او يريد ان تكون المرجعيه هادويه ومن يريدها ايرانيه خالصه كعبد الملك الحوثي اليوم. ما ابرز ضحايا هذه الصراعات داخل اجنحه الميليشيات؟ ونحن نتحدث ايضا عن صراع حديث هو صراع الطيرمانات صنعاء، وايضا حوثيي صعدة على سبيل المثال، هذا صراع وارد
وموجود وربما له ضحايا حسن زيد وغيرهم. هنالك صراع آخر بين من يعني يلتقي مع عبد الملك الحوثي ويأتمر بأمره دواما وبشكل مستدام أحمد حامد في رئاسة المجلس الرئاسي، إدارة المجلس الرئاسي، ومحمد علي الحوثي. هل هنالك خلافات هنا في هذه التفصيلين بالذات؟ في الحقيقة هي أكبر الجناحات وأكبر الصراعات هي هذه الحاصلة ما بين صراع الطيرمانات وصراع الكهوف، يعني كهوف صعدة وطيرمانات صنعاء، وإن كانت الميليشيات الحوثية بدعم إيراني عمدت إلى تصفية جناح الطيرمانات سواء كان حسن زيد أو الشامي أو غيرهم بحجات، أحيانا بحجات الحرب أو بحجات كورونا أو تحت غطاء مظلة الطيران طيران التحالف العربي، وهي تصفيهم عمليا داخليا وبعضهم منصفتهم داخل المستشفيات وهم جرحى. هذه الصراعات يدفع ثمنها اليمنيون أنفسهم، القبائل اليمنية هي التي تذهب ضحية لهذه الصراعات المختلفة لأنه لكل، لكن ليست فقط القبائل، وردت لدينا في مداخلة أولى أن أبناء القبائل هم الضحايا الأوائل، أبناء القبائل هم الضحايا الأوائل لكل الحركة، لكل الصراع الذي تديره في البلد. لكن في صراع الأجنحة هنالك أخ لعبد الملك الحوثي سقط، هنالك صالح صماد، هنالك شرف الدين، هنالك جدبان، هنالك أسماء ومسميات من إما يعني هاشميين أو غير هاشميين ولكنهم في الصفوف الأولى. هذه اصلا بدايه من صراع الافكار، كان القدبان واحمد شرف الدين وكذلك عبد الملك المتوكل وغيرهم، هؤلاء كانوا يعتبرون الجناح المدني والمنفتح في عند الميليشيات الحوثيه او عند الهادويه بشكل عام، وتم تصفيتهم لصالح الجناح الايراني، الجناح الايراني الذي هو متمثل بعبد الملك الحوثي وأسرته. هؤلاء هم الذين يعني يريدون أن يتحكموا وأن يكون الصوت المنفرد في الساحة السياسية للبلد ولا يريدون من يعارضهم. هل وصلت الأضرار إلى الجناح الإيراني أيضا حين نشاهد مقتل الشامي وولده أيضا؟ الجناح الشامي، عفوا الشامي لم يكن يعني مرتبطا ارتباطا كليا بالجانب الايراني، لكن ابراهيم الحوثي الذي اغتيل هو من الاسره الحوثيه وهو ممثل عن الجناح الايراني. الان الجناح الايراني متفوق حتى اللحظه في هذه الصراعات على الجناح الاخر، الجناح الاخر لو وجد من يرعاهم ومن يتواصل معهم من الشرعيه من التحالف من مناطق اخرى ممكن ان يتم يعني جذبهم ويمكن ان يتم تشجيعهم على مواصله سحب البساط من تحت يد الميليشيات الحوثيه المتصله بايران. الحقيقه لابد ان تكون يعني ما فائدتهم من سحب البساط من تحت ايران، وايران هي الداعم العسكري والجانب العسكري هو من يحميهم من يحافظ عليهم حتى اللحظه. وانا قلت لك هذا الكلام انه لابد ان توجد للجناح الاخر مرجعيه اخرى او داعم اخر او من يتواصل معهم ليسحب البساط على الميليشيات الحوثيه. قلنا لك ان الجناح الايراني هو المتفوق حتى اللحظه لانه يملك السلطه، يملك المال، يملك الاسلحه، لكنه تقويه للثعابين، يملك العقيده، يملك يعني التواصل، التنظيم السري والتنظيم الدقيق هو عن طريق إيران، والخبراء الإيرانيون متواجدون في صعدة، متواجدون في صنعاء، وكذلك خبراء حزب الله وخبراء من العراق. أول من أنشأ هذا الجانب كانت اللافتة العراقيين قبل أن يكونوا حزب الله في صنعاء، وهم من أنشأوا هذا الجناح، وهم من نظموه، وهم من مولوه، وهم حلقة الوصل ما بين إيران وما بين الميليشيات الحوثية داخليا، بينما حلقة الوصل الخارجية كانت حزب الله للميليشيات الحوثية. نعم. هذا الذي حاصل، وبالتالي انه هم يعني شبكوا علاقات مختلفة داخليا وخارجيا، فكانوا الأكثر تنظيما وكانوا الأدق تنظيما والأكثر تسلحا والأكثر أموالا، لأنه الحركة الحوثية لولا المال الذي الآن تجنيه بلافتات مختلفة من المواطنين
وتتلقاه أيضا بشكل مساعدات، شحنات نفطية، شحنات مشتقات نفطية من إيران، ثم تشتري به الولاءات المختلفة وتشتري به الأسلحة، وتمتلك أيضا السطوة الإرهابية، لأن المواطنين خضعوا بالسطوة الإرهابية الحوثية ولم يخضعوا بوسائل أخرى. مؤخرا الولاء هو مؤخرا الذي، نعم، سأعود هو إليه. الذي يعني جعل كثيرا من القوى وكثيرا من المواطنين اليمنيين يخضعون مكرهين للميليشيا الحوثية. ما إن يجد هؤلاء من يتبناهم ومن يدعمهم فإنهم سيثورون من داخلهم. لكن الآن يعني بحسب التواصلات الداخلية فإن المواطنين يغلون غليان المرجل، إذا ما تم هناك احتضانهم أو كان هناك متنفس، أو حتى أن الشرعية لو أنها يعني عملت نموذجا متميزا يستقطب كل الناس ويستقطب المواطنين، لثار المواطنون على الميليشيات الحوثية من الداخل. نأتي إلى ذلك، نأتي إلى ذلك أستاذ توفيق. نعود إلى نقطة محمد علي الحوثي وأحمد حامد، إلى أين سيذهب هذا الصراع؟ هل لدى محمد علي الحوثي وهو يمتلك سلاحا، يمتلك رجالا، يمتلك أموالا، قدرة على الصمود في مواجهة أحمد حامد وجناح صعدة المتكامل؟ هم الاثنين من جناح صعدة، لكن هذا الصراع هل مستقبله انفجار مثلا على سبيل المثال؟ ما يوحد هذه الميليشيات حتى اللحظة هو مواجهتهم من قبل الشعب اليمني حتى يكونوا جبهة واحدة، لكن إذا استمرت الهدنة وإذا طالت الهدنة وتم هناك اتفاق سلام ستتفكك هذه الميليشيا من الداخل. محمد علي الحوثي يملك السطوة الكبرى أكثر من أحمد حامد. أحمد حامد صحيح أنه مثلا من جناح صعدة، لكنه لا يمتلك السلطة، لا يمتلك القرار السياسي، لا يمتلك الجانب المادي المالي، لأن محمد علي الحوثي أعتقد أنه مدعوما من قبل عبد، يعني محمد علي الحوثي أعتقد أنه مدعوما من قبل عبد الملك الحوثي رأسا، حتى أنه هذا المشاط أيضا نفسه لا يملك تلك السطوة والقوة التي يمتلكها محمد علي الحوثي. محمد علي الحوثي يمتلك أنا سأذهب. على اعتبار انه رئيس اللجنه الثوريه العليا، نعم، بينما المشاط لا ليس معه الا يعني الجانب السياسي فقط، ممثل الجانب السياسي، واكثر الميليشيات مرتبطه بمحمد علي الحوثي وعبد الملك الحوثي. دعني أفهم هذه النقطة، دعني أفهم هذه النقطة ويفهمها المشاهد الكريم. محمد علي الحوثي يمتلك السلطة الثورية ومؤسسات السلطة الثورية، ويمتلك أيضا رؤساء القبائل يعني تشعباتها وما يعني بناه خلال السنوات الماضية في الجانب القبلي. أحمد حامد بصفه مهدي المشاط وغيرهم يمتلكون مؤسسات الدولة، يمتلكون القرار السيادي على مؤسسات الجيش، الأمن، المخابرات. أم أن أبو علي الحاكم يمثل محمد علي الحوثي داخل هذه المؤسسات؟ لا يا أخي الكريم، القوة لمن يمتلك السلطة على الأرض وليس السلطة السياسية. محمد علي الحوثي مشبك مع القبائل ومشبك أيضا مع الأجنحة الثورية المختلفة التي دخلت في المؤسسات. هو منذ اللحظة الأولى أسسوا لكل مؤسسة في الدولة لجنة تسمى لجنة ثورية في كل المؤسسات. هؤلاء مرتبطون ارتباطا وثيقا وكاملا بمحمد علي الحوثي، وبالتالي على الأرض هو فعليا من يمتلك السلطة، بينما القرار السياسي الذي يمثله المشاط ويمثله أحمد حامد هذا بإمكان عبد الملك الحوثي أن ينتزعه بلحظة، لأن عبد الملك الحوثي الآن يعتبر الولي الفقيه والمرجعية النهائية، بينما مهدي المشاط عبارة عن واجهة مركوزة للسياسة فقط لا أكثر. لا يعني أكثر. من يمتلك القرار النهائي هو عبد الملك الحوثي نعم. كمرجع ديني سياسي أيضا ولي الفقيه، والجانب العسكري الجانب على الأرض الذي يمثل مثلا في إيران الجناح الثوري هو محمد علي الحوثي، نعم، وهو الذي الحقيقة يمتلك القوة على الأرض. يعني المشاط بإمكان محمد علي الحوثي لو أراد أن ينقلب على المشاط لانقلب عليه في أي لحظة،